محمد خيري تزوج 4 مرات ولماذا حاول الانتحار ونهاية حزينة لحياته. ولد محمد خيري عام 1942 بالقاهرة، تخرج من كلية التجارة في عام 1966، ثم تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1970. تزوج محمد خيري 4 مرات، الزيجة الأولى عام 1968 من الفنانة زيزي مصطفى، وكان أكبر منها ب3 سنوات. حدث الزواج بينهم بعد قصة حب قوية كان سريا في البداية، ثم تم الإعلان عنه ولم يستمر أكثر من عام واحد ولم يسمر عن أبناء. أما زيجته الثانية كانت من الفنانة هياتم، وكانت لفترة قصيرة ولم ينجب منها أيضا، وكانت هياتم رافضة لفكرة الإنجاب نظرا لانشغالها بالفن. أما ثالث زيجاته كانت من الفنانة إجلال زكي، والتي كانت أصغر منه ب9 سنوات. تم الزواج في الثمانينات لفترة، ثم تم الطلاق بينهم. أما زيجته الرابعة كانت من الفنانة دينار، وكان أكبر منها ب21 عام، وكانت أيضا زيجة سريعة. حاول الفنان محمد خيري الانتحار عام 1978، وذلك بعدما كانت الفنانة ماجدة تفكر في التراجع في إسناد دور البطولة له في فيلم العمر لحظة، ولكن الفنان أحمد زكي الذي كان متواجدا معه وقتها منعه من ذلك، ووعده أن الدور سيكون من نصيبه. ومثل فعلا الفنان محمد خيري الدور الذي يعتبر أشهر أدواره على الإطلاق. عانى الفنان محمد خيري في سنواته الأخيرة من تهميش المنتجين له، ولم يقدم أي أعمال ذات أهمية تذكر وقتها. توفي الفنان محمد خيري عام 2019 عن عمر 77 عاماً.